الرعب. الرعب؟ اه. ده انا بخاف من الرعب. انا مش بخاف من الرعب. انا شفت هاري بوتر. اه. تعرفه؟ اعرفه اه، ساكن فوقينا. وتفضل. وما بتحلميش احلام بالليل لو شفتي فيلم رعب؟ لا، انا بقرا قران وانا نايمه. طب حلمتي مره حلم وحش؟ اه احكي لي كتير. ممكن كتير؟ اه بنسي. احكي لي على اي واحد فاكراه انت. مش بفتكر اي حاجه، ما اعرفش ليه. ولا حلم وحش افتكرتيه؟ طب ما فيش حلم حلو؟ ما في. في احلام فاكراهم؟ اه. ايه زي ايه؟ يعني مرة شفت بنت كده قالت لي تيجي نلعب مع بعض، قالت لي يلا، فرحت نلعبين عادي كده. Wait, where's Carlene? تحبي الحيوانات؟ What? هو ايه ده؟ Oh, there she is. ده كبير قوي. هو ايه الكلب ده؟ ده كلب كبير قوي. يا لهوي، ايه ده؟ ازاي هو ده حقيقة؟ اه كلب حقيقي. بصي قد ايه؟ هي مش قادرة تقوم؟ اه بس هي مبسوطة، يعني هي مش ما عندها ايه. نايم على السرير مرخم عليها ونايم على السرير. نفسك يبقى عندك كلب؟ اه. قد ده؟ لا مش قد طبعا، ما يقعد عليا و هتتصل. اه. طب مش عارفة تتنفس؟ لا هي بتهزر يعني، تمام هي ممكن تزق وتقوم، بس اقصد طب انت ليه ما عندكيش كلب في البيت؟ ما بابا مش راضي يجيب لنا. ليه؟ ما كريم كل شويه يقول بابا عايز اقول لك حاجه حلوه، وبعدين يقول له عايز كلب، كل شويه يقول له كده. ها طب لو انت عندك كلب يا لارا، اوكي؟ والطبق بتاع الكلب ده ما فيهوش غير شويه رز وملوخيه، وانت جعانه قوي، والبيت ما فيهوش ولا اكل، وقاعدين لوحدكم، ممكن تاكلي من اكل الكلب؟ لا طبعا. ليه؟ عشان هو حاطط بقه عليه، ما ينفعش ناكل من بق الكلب. ما تنفعش تاكلي من بق الكلب؟ اه. طب ولو كان الطبق ده الكلب ما اكلش منه؟ ممكن. والكلب جعان، يعني طبق جديد خالص بس فيه شويه رز وملوخيه وانت جعانه قوي والكلب جعان قوي، هتعملي ايه؟ هنشتري اكل الكلب ولا لا؟ مفيش، ده انتوا قاعدين لوحدكم في اوضه ومقفول عليكم، لا في تشتري ولا تجيبي ولا هو بس الطبق ده فيه شويه دول. هنقسمه. هتقسمي بينك وبين الكلب؟ اه. انت بتحبي الكلاب قوي واضح. كريم بيقول عايز يشتري تمساح صغير لغايه ما يكبر وياكلنا احنا كلنا. ليه ليه ليه؟ كريم اللي بيقول كده. ايوه يعني هو زهقان منكم ليه؟ كريم كده لدرجه انه عايز يجيب تمساح ياكلكم كلكم؟ ها؟ معرفش. طيب قولي لي ايه بقى الحاجه اللي بتضايقك قوي ونفسك ماما تبطلها؟ ان هي تبطل ان هي تبطل توقفني بانش. دي حاجه بتضايقك؟ اه. بتقفي بانش فين؟ على الحيط عادي. وبترفعي ايدك فوق كده بتقفي وشك في الحيطه وخلاص؟ اه. خمس دقايق ولا دقيقتين ولا قد ايه؟ معرفش. وبرده بتحبسني في الاوضه لما بتعملي حاجه غلط. بس يعني يعني ساعات بقى حاجات صح وساعات لا. ما هي اكيد لما بتعملي حاجات صح مش هتحبسك ولا تديكي بانش. اه. طب ايه بقى الحاجه اللي ماما نفسك انت اصلا تبطليها وكتير بتقولك بطلي بطلي بطلي؟ ان انا اه اسمع كلام وما اعملش حاجات غلط. طيب وايه بقى الحاجه اللي انت نفسك بابا يغيرها؟ ان هو يبطل يشرب سجاير ويعني يبطل ويبطل يعمل كل الحاجات اللي هو بياكلها، اللي هو بيشرب السجاير. هو بياكل اكل ايه مش حلو؟ اه يعني بياكل الشطه يعني عادي. طيب لو بابا قالك انا ممكن ابطل سجاير بس انتي بطلي مثلا تاكلي ملوخيه ورز، هتوافقي؟ لا مش هوافق. هتسيبي بابا يشرب سجاير؟ طب ليه؟ ما
هتقولي له ماشي ممكن ابطل، بس انت تبطل سجاير. ماشي ماشي، عشان بتحبيه ممكن تعملي كده ان الواحد يعني تبطلي حاجه انت بتحبيها عشان هو يبطل حاجه مش حلوه. ها مش احنا بنكسب موبايلات فين؟ بنكسب هنا. لا انا هنا باخد موبايلات. تيجي نغير القناه بتاعت الكلب دي؟ سامعين صح؟ قعدي لك شويه. هو ده اعلان؟ دي اغنيه انا عرفتها، دي بتاعت شخبط شخابيط. طبها صح؟ عليها عليها شويه؟ طب انت قولي لي انت بتحبي الاغاني؟ بتحبي ترسمي وتلوني؟ رسمتي مين اخر حد؟ يعني بحب ارسم و بعمل كل حاجه. وبتعملي كده في البيت ولا في المدرسه؟ في البيت والمدرسه. بتحبي المدرسه اكتر ولا البيت؟ البيت. بتحبي البيت اكتر من المدرسه؟ ما بتحبيش المدرسه خالص؟ ليه؟ عشان بنقعد نذاكر و برضو وظهري بيوجعني وكده عشان بقعد اذاكر. طب تعالي نغير القناة دي.